رجع نفس الفيلم من عادة الحالة، وكل مرحط قطعته وكتب موالة. لو تقرأ القطع مكتوبة كلها بخير، لكن بالحقيقة أكثرهم حثالة. ليش انتم قبلكم يا هشال الضيم عن هذا الشعب لو يسأل شماله؟ حشل يسمع المطي نفس المطي والرشمة USA، بس الحقيقة تغير جلاله. ما يلدغ المؤمن بالجحر مرتين، قال لنا النبي ناخذها حسباله. تشمر اللي دغلت ماله باسم الدين، رد عبود نفسه يجرجر ذياله. تريد اكتب نعم واصبح شريك وياك، انت تبوك تلغف وانا لوشاله. تريد انت تعيش باحسن الاحوال وانا ظهر الحنا واشتغل عماله. تريد اكتب نعم عن حصته بالبترول حتى بالقاط تكشخ والبس اسماله. تريد اكتب لجل لوقية تهتف لك علي وياك كل هالصيح حياله. تريد اكتب نعم حتى الثقالة تزيد والايتام تكثر رايد شماله. تريد اكتب لجل انت التغدى بريد وكمية اجد وخبزة الخالة. اهندسها انا بمقوار والفالة، وعيدا ثورة العشرين بالعباس، والتاريخ بيكم يترس سلالة. راح اكتب نعم ما انتخب للدوم، شلون ارجع النظافة وانشر زبالة. راح اكتب نعم بس للشعب والله، واكتبها فقط لننقذ الحالة. واكتبها فقط لننقذ الحالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة رافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام عن الانتخابات في العراق، وعن هذه المشاريع الانتخابية أو الدعايات الانتخابية للمرشحين في هذه الانتخابات، وكذلك كيف يرى العراقيون هذه الشخصيات، سياساتها، تصرفاتها، الوعود التي وعدوا بها العراقيين، هل حققوا شيئا منها بعد 18 عاما من حكمهم؟ نفس الشخصيات، ربما اختلفت الأحزاب التي تنتمي إليها سابقا وانتمت إلى أحزاب جديدة، ربما غيرت الشعارات الانتخابية، لكن ما الذي حققته كل الأحزاب المشاركة في العملية السياسية منذ عام 2003 ولغاية هذه اللحظة؟ هل يستحقون المشاركة في الانتخابات لانتخابهم؟ هل يستحق العراقيون أن تستمر هذه الطبقة الحاكمة لأربع سنين قادمة؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا الكرام بإمكان حضراتكم أن تشاركوا للإجابة عليها. قبل أن نبدأ استقبال الاتصالات، دعونا نستعرض بعض المقاطع. أول مقطع لدينا الشعارات الانتخابية طبعا للسياسيين المرشحين للانتخابات، شعارات دائما كانت رنانة تحمل معاني جميلة، لكن هل طبق منها شيء طيلة هذه السنوات وعلى مدى الانتخابات الماضية؟ دعونا نشاهد نموذجا لهذه الشعارات وحقيقة الحال في العراق. المرشح هيثم الجبوري في العاصمة بغداد تحديدا منطقة الصالحية، هناك بوسترات لدعايات انتخابية لدعايته الانتخابية تحديدا، ووضع عنوانا لحملته الانتخابية وهو سنعيش. دعونا نشاهد هذا المقطع وكيف يعيش المواطن العراقي والامرأة العراقية بالتحديد. اليوم أنا قاعد أتمشى بشقق الصالحية وتفاجأ لكم بمرأة كبيرة بالسن نايمة جوا صورة المرشح هيثم الجبوري. لو المصيبة كاتب لعبارش كبرها على لافتات مالاته سنعيش. وين تعيش؟ وين تعيش الخاطر الله إذا أنتوا حرامية؟ والصالحية منطقة الصالحية تهرسها كلها صور، كلها لافتات، انتخبوني وانتخبوني، معقولة راح تنتخبوني؟ إذا تفترش الامرأة العراقية الأرض، الرصيف، الشارع لتنام، في حين المرشح البرلماني الذي يقبض المليارات من الدولارات والملايين من الدنانير، وكلهم طبعا هذه الأحزاب الحاكمة تتناول وتأخذ هذه الأموال من خزينة الدولة العراقية، النائب يقول أنه سنعيش، لكن كيف يعيش المواطن العراقي؟ كانت هذه الإجابة أصلا في نفس المقطع. كيف يعيش المواطن العراقي وكيف تعيش الامرأة العراقية في ظل هذه الحكومات، في ظل نفس الشخصيات من حكمهم
والسنين التي قضت من عمر العراقيين وهم يحكمون هذا البلد، إن كان نائبا برلمانيا، إن كان وزيرا، إن كان مسؤولا في الدولة بشكل عام، لكن النتيجة أن يفترش المواطن العراقي الشارع لينام عليه ويتنعم هذا المسؤول بخيرات هذا البلد. نبدأ باستقبال الاتصالات من السيد محمود من الموصل. أول اتصال معنا، تفضل، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا عقلهم، احنا خليه يصورهم. شلون يا محمود؟ هنا إذا تعدها قيل الجنوب والشمال والشرق والقرب. أي. إذا أحدهم كيلو شرف يشوفون واحد من هذا الأحزاب مطرش يكشفون صورتهم. نعم. هذول النذرين قادرين مثل رحلة البحر الكاظمي، والله خفا قاضية تتودم هو المفروض ما يصل. كان قام بساعته رحتها. نعم. شو شاروا ضربة ضربة جاروا هذا الضربة لك تتودم هو. ضربته رحت لإيران. شو شرطة بإيران ضربها. يعني ما يتحسن. سيد محمود، سيد محمود اعتذر منك، صوتك غير واضح، ارجو منك تعاود الاتصال مره ثانيه. اشكرك للمشاركه. عندنا السيد كيان من بغداد، تفضل يا كيان. مساك الله بالخير استاذ محمد. مساء النور، حياك الله حبيب قلب استاذ محمد. هاي اريد اعطي رساله للعراقيين الشرفاء الطيبين. نعم. واريد اعطي رساله للناخب، اقول له لا تبيع صوتك. أي. انت لا بعت صوتك، خلي قدامك المطلقه، خلي قدامك خلي قدامك النازح، خلي قدامك الفقير، خلي قدامك ماكو صناعه، خلي قدامك ماكو زراعه، خلي قدامك ماكو تعليم، خلي قدامك ماكو صحه، خلي قدامك راح تنزل 40 على مود 100 دولار 200 دولار. نعم. خلي قدامك الوطن انباع، خلي قدامك ماكو ماء صالح للشرب، خلي قدامك ماكو طرق ولا جسور. نعم. خلي قدامك راح تنقل انت واولادك وعائلتك وشيرتك. خلي قدامك غيرتك، خلي قدامك شرفك، خلي قدامك ناموسك، خلي قدامك باسم الدين باقون الحراميه. يعني ارجو من الناخب العراقي ما يبيع صوته نهائيا بيش ما كان، وارجو من الناخب العراقي يتجه بالاتجاه الصحيح. نعم. عندنا ناس شرفاء، الوطن ما يخلى من الشرفاء، ماكو وطن يخلى من الشرفاء. شيء شخص الشريف وتتجه له، وارجوك لا تبيع نفسك ولا تبيع صوتك. 4 سنين ترى يذلونك ذله، المامد واكثر من هاي الذله، اكثر من هاي الذله بعد ننزل. وعيب. كل انسان خلي يتذكر هاي الامور، كل انسان خلي بعينه وطنه صار بي. نعم. بلده تدمر، بلده انتهى، ويعني هسه خلي قدامه ماكو شخص يروح يشتكي له اذا تصير عنده شغله، ماكو وين يروح، وين يسوي شيء. نعم. فلا تغر ال 100 دولار 200 دولار يا ناس يا عالم، هذا العراق بذمتنا، بذمه الشرفاء. نعم. بذمه الاغيار. وخلي قدامه ابو عمامه الباقنا، مع احتراماتي للعمامه الشريفه. أي. ابو عمامه سرقنا وقشمرنا باسم الدين وباقنا وسرقنا وطلع قبض وكانما ما كل شيء. نعم. وخلي قدامنا خلي قدامه ارخص شيء بالعراق وارخص من الحاجه بربع هو الدم العراقي. قاعد ينقتل اقل من الدم البارد. نعم. وخلي قدامه هاي الوجوه اللي مرت علينا. هذا تظاهر، سنبني، سنهجر، سنقتل. حرف السين دمره، فقط حرف السين. ورجاء لا تبيعون انفسكم واصواتكم. نعم. رجاء لا تبيعون انفسكم واصواتكم. وانا اشكرك استاذ محمد حبيبي. شكرا. واشكر قناتك الكريمه، شكرا لك. شكرا جزيلا سيد كيان من بغداد، نتمنى هذه الرساله تصل الى من يسمع. ابو علي من المدائن، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخلي حي الاذاعه المجاهده الكريمه البطله. حياك الله. الحق. حبيب ابو جاسم. تفضل. الله يسلمك. فقط سياسيه فاشله. ثلاثه الى يومك هذا. البرلمان اللي قدمه وأول حكومة اللي قد سوته للشعب شنو هو؟ نعم. شنو اللي صار؟ عمد سراق حرامية، والله كريمة ذولا يكون في العراق، المفروض هسه احنا نحرقهم بالشوارع. نعم. سراق حرامية، انت شفت له شريف يداعب الفقراء
يداعي بالمساجين كسر يدكر. نعم. اللي يدب له شارع اللي راح يدب له زفت اللي يجيب له محوله هي هاي حكم. نعم. هو هذا العراق، العراق بلد ينبني محوله لا ينبني بشارع. سيد ابو علي، سيد ابو علي، بالنسبه للمرشحين اليوم بدنا نشوف دعايات انتخابيه وشعارات كثيره، هل حققوا شيء من هذه الشعارات اللي يعدون العراقيين بها كل انتخابات؟ يعني مثلا سليم الجبوري سابقا كان يقول ديالا هويتنا، وديالا محتله من قبل ميليشيا بدر وميليشيات غيرها. اليوم هيثم الجبوري مثلا مثال سنعيش وتعيش الامراه العراقيه على الرصيف. ذول اللي صدعوا رؤوس العراقيين بكثير من هذه الوعود وهذه الشعارات، وطبعا كثير من الاحزاب عندها شعارات اخرى، ايش حققوا من هذه الوعود؟ حققوا لهذا الشعب يروحون ليهان، باعوا دياله سليم الجبوري اللي باع دياله. نعم. عم ايش خلوا؟ الشعب باعوه، شعب انتهى، الشعب تدمر، الله يطبخه وشوه. يعني شنو اللي قدموه هاي البرلمانيه الطبقه الفاسده؟ شنو اللي قدموه لهذا البلد؟ استاذ محمد الله يوفقك. نعم. يعني انت لو تجي القضاء المداد، يعني والله عجائب استاذ محمد. اللي يعطي له بطل دهن، اللي يعطي له 50 يعني هذا صوت العراق ينباع بطل دهن يا استاذ محمد. وين صايره؟ سيد ابو علي انا اشكر حضرتك، وصلت الفكره، شكرا جزيلا لك للمشاركه، كنت معنا من قضاء المدائن. ويانا السيد ابو حكمه من الموصل، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك استاذ محمد؟ حياك الله، اهلا وسهلا. استاذ محمد الانتخابات ما تشيد. نعم. لان البلد منتهي، اذا تشوف عميد ركن لواء ركن لابس عمامه. وتلاقي وجيه نعم. يصحى دكتور بيطري. اي. شلون بلد هذا؟ شلون راح يتعمر؟ والانتخابات كلها مدوره. تزوير نعم. بتزوير. اثنين اللي احكي لك فرد سالفه بسيطه اذا بمجال. تفضل. يقول فرد يوم اكو حاكم. فجمع الوزراء ماله، قال يا وزراء باكر نريد نطلع للصيد، شلون الجو؟ قال والله الجو حيل زين باكر. أي. طلعوا للصيد، ليش ما طلعوا؟ قامت تمطر الدنيا. اي. من مطرت راحوا باكو، شافوا كوخ ما ضاعي، ضاعي مع الغنم. اي. قال خلينا نفوت بهالكوخ على مود المطر. فاتوا شافوا الراعي، قال يا راعي انت ليش ما مطلع غنمك اليوم؟ قال والله اليوم عرفت مطر. قال ايش انا عرفت؟ قال والله كان عندي تكرام المال، هذا الزمان من اشوف اذان مشنترات، يعني الجو مو زين انا ما اطلع. واذا مثلا عادي يعني اطلع الغنم مالي وامشي. طيب. قال لا عاد انا عندي هيك وزراء، وطلع المطيش حق سامع المطيش كيما صد من وزارتي، فافتهمها انت. اي. سيد ابو حكمه، اكو مشكله ايضا عندنا بالعراق. اغلب العراقيين اليوم مقتنعين تمام الاقتناع انه الطبقه الحاكمه الموجوده الاحزاب كلها فاشله فاسده، ما تفيد البلد وما راح تفيد البلد. لكن هناك شريحة بالمجتمع العراقي لا تزال تصدق بهذه الشعارات، لا تزال ترغب بالمشاركة بالانتخابات بغض النظر حتى لو مو أتباع لحزب، لكن هناك فئة قليلة في المجتمع العراقي لكنها موجودة، عراقيين يقتنعون بهذه الشعارات. شنو تفسيرك أو رأيك بهذه الشريحة من العراقيين؟ هل يعقل أن هم بعدهم مصدقين بعد 18 سنة من الوعود الكاذبة أنه ممكن هذه الأحزاب تقدم شيء في يوم من الأيام؟ لا والله لا يقدمون شيء ولا يأخرون. نعم. لا يقدمون شيء ولا يأخرون. واثنين هذول الناس اللي عتقول هذول عي بالنسبة للانتخابات على أساس نزيهة ومقتنعين، هذول كلهم أغبياء. هذول لو عندهم عقل ما حد ينتخب. نعم. ما حد ينتخب. نعم. والله الله وكيلك، لازم هذا الحكم يصير رئاسي. طيب. يعني راسا هذا حتى لا برلمان ولا كل شيء. نعم. خليه يسوون مثل ابو الجزائر، ابو المغرب، ابو الجزائر، ابو الجزائر وفضت وراحوا، ما يقدرون؟ طيب.
ما يقدرون مع شعب العراقي ما شاء الله شعب واعي ويفهم. نعم. من هذول 18 سنة يقشمرون بينا ما كافي والله كافي. سيد أبو حكمة أنا أشكر حضرتك للمشاركة ويانا السيد طارق من التاجي. تفضل يا طارق. فقدنا اتصال ويا سيد طارق. طيب حدث خلال اليومين الماضيين لقاء تلفزيوني جمع النائب باسم خشان وأيضا كان هناك نائب عواد العوادي تابع لأتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر زعيم ميليشيا سرايا السلام. النائب باسم خشان قال بأنه السياسات أو ادعاءات الإصلاح التي يتبناها مقتدى الصدر منافقة. قال الادعاءات، قال بأن ادعاءات الإصلاح التي يتبناها الصدر منافقة. وتفسيره كان للموضوع أن مقتدى الصدر يقول أنه راعي الإصلاح، في المقابل هو زعيم كتلة سياسية فاسدة في البرلمان، هو مشارك في العملية السياسية منذ نشأتها في العراق في عام 2005 تحديدا، هو جزء من منظومة فساد يرفضها الشعب العراقي. طبعا عواد العوادي ينتفض وقام يصيح ويهدد ويسوي. النائب باسم خشان يعني رجل يعني اعتبر أن المكان اللي هو به يبعد أو يبتعد به عن هذه السجالات وأنه قاعد بصفه ميليشياوي، فطلع في مقطع آخر يؤكد أن ما قاله سابقا هو نفس الرأي الذي لا يزال يستمر عليه. خلنا نستمع إلى رأي النائب باسم خزعل خشان. هذا النفاق في ادعاء السيد مقتدى هو انه افعاله واقواله متناقضه ومتباعده، فهو يدعي الاصلاح وهو في نفس الوقت جزء من الحكومه الفاسده على مر السنوات، وهذا حقيقه وهذه حقيقه وانا لا اتراجع عن قول حقيقه. طيب اذا استمعنا الى راي النائب باسم خشان، هو ضمن العمليه السياسيه لكن له راي فيما يخص مقتدى الصدر. مقتدى الصدر راعي الإصلاح والذي يتحدث عن انتخابات ديمقراطية ويتحدث عن بلد آمن وشعارات انتخابية كثيرة، ونوابه أيضا يتحدثون بالمثالية. دعونا نشاهد ميليشياته وأتباعه ذهبوا إلى منزل النائب باسم خشان في محافظة المثنى وهددوا بحرقه إذا تجاوز، بحرق المنزل إذا تجاوز على مقتدى الصدر، وكان هناك طبعا شعارات كثيرة وتهديدات كثيرة لكن هذا جزء منها. لنشاهد. نستمع مشاهدينا الكرام إلى رأي السيدة أم ندم من بغداد. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العفو أستاذ محمد حبيبي، الدمع من ديكتون وإحنا مقهورين. أنا من الناس مقهورة على الشعب، بس أرجع وأقول حلو يا الشعب لأن صفقنا راح صدام. شنو اللي قشمرهم؟ روحوا للكاظم مشي، صدام ما كان يخليكم تروحون مشي. روحوا مشي الكربلة، صدام ما كان مخليكم تروحون. بس ما يحسون بالعزلون. سيدة أم ندم. سيدة أم ندم. طيب بس اسمحي لي بس حتى نكمل النقاش ويا حضرتك. أولا الموضوع ما لنا علاقة بصدام حسين ولا النظام السابق، اليوم الموضوع عن الانتخابات القادمة في العراق. رأيكم العراقيين أنتم شنو بهذه الانتخابات؟ هل أنتم مقتنعين بأنه هؤلاء الموجودين ضمن العملية السياسية يستحقون الاستمرار؟ النظام السابق ذهب بما له وما عليه، هناك من يحب النظام السابق وطريقة الحكم، هناك من يعارض ويختلف مع ما حدث، لكن بالنهاية هي وجهات نظر. انتهت تلك الحقبة. اليوم احنا بعد 2003 هناك حكم مختلف، نظام جديد، أحزاب وكذا. رأيك بهذه الانتخابات، وهل تعتقدين سيدة أم ندم أنه هذه الأحزاب تستحق فرصة أخرى، تستحق أن يتم انتخابها مرة ثانية؟ عمري ما طبيت انتخاب ولا يستحقون انتخاب ولا راح يغيروا. ليش محمد الكربوري ما يعرف المغيبين وين؟ حتى يقدرهم يعرفوا المناطق الجزوره لو الحلبوسي ما يعرف الجماعه ليش يروح؟ ما انتخب واحد لان صدق ثق واعتقد الحل
هم يقعدون الكربون منا، يطلعون المالك منا يقعدون منا الافلام. فصدق ماكو اي انتخابات ولا ابد. اتصور الصناعات الكهربائيه بالوزيريه قبل شهرين قالوا لهم ما نعطيكم راتب اذا تاخذ بطاقه الانتخابيه. زين هذا تزوير او ما تزوير؟ نعم نعم. إذا أنت مقاطعة للانتخابات ولن تشاركي، وأنت لا تعتقدين أن هؤلاء يستحقون أن يستمروا. اليوم إحنا مثل ما سألت السيد أبو حكمة من الموصل، أيضا أسأل حضرتك لأنه هذا الموضوع مهم. أكو بعض من العراقيين لا يزالون يقتنعون أن هذه الأحزاب تستحق فرصة ثانية. ذولا وين عايشين يا أم ندم؟ ما شيء يستقبيش ايه يسووه، بس يعني دعروا كلهم يلطون اياه حصة تموينية، يلطون فتة ربط الزيت شنو ذيك شمرون دينا سقوا. اعتقد ما اروح واسوي اصبعي والوسه بنفسجي، لا والله لا والله الى ان اموت، لان ما يستاهلون ولا واحد بيهم شريف كلهم ابد نهائيا على الاطلاق. واني اشكرك استاذ محمد. شكرا جزيلا سيدة ام ندم من بغداد للمشاركة. طبعا مشاهدينا الكرام، تقرير لصحيفة إنديبندنت البريطانية قالت إن شح البرامج الانتخابية دفع الكتل السياسية في العراق إلى استعارة شعارات نفس الشعارات التي وضعتها في الانتخابات الماضية، كما أن غياب البرامج ساهم في دعم الرغبة الشعبية بمقاطعة الانتخابات. أضافت الصحيفة أن ثمة انحسار واضح في عدد اللافتات الانتخابية في الشوارع العراقية وتحديدا بغداد مقارنة بالدورات الانتخابية السابقة، فيما شهدت العديد من المدن تمزيقا للافتات لبعض المرشحين، وهو ما اعتبر انعكاسا لحالة الإحباط الكبير التي أو الإحباط الكبيرة التي تشهدها الساحة العراقية بوجود نزعة واسعة لمقاطعة الانتخابات. طيب معنا اتصال السيد أبو فلاح من الأنبار، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد شاطر، حياك الله، أهلا وسهلا. الله يسلمك. تفضل يعني يا أبو فلاح. موضوع الانتخابات شنو يعني الانتخابات يعني هذا كله من أجل تصعيد كم واحد كم فات يساعدون في الانتخابات. ثانيا هم يأملون الشعب حجة انتخابات، الشعب يستأنس أمل بالانتخابات، يعني هي الأمل بالله ثم بالهدول. يتأملون من انتخابات جديدة وما يصيروا معكم كذا بهاي كل الكذب يصدرون بينا. فاحنا يعني هاي الانتخابات يعني احنا شفنا الانتخابات صار كل شيء ما سووه. يعني ما فائدة. سيد أبو فلاح، برهم صالح رئيس الجمهورية يطلع لقاء تلفزيوني على إحدى القنوات اللي يعني غريب كان اللقاء، المهم قال بأنه أتمنى أن يتم انتخابي مرة ثانية، أتمنى أن أستمر في الحكم لفترة مقبلة. يريد يبقى بالحكم، يريد يقدم، يقول لأنه أنا أريد أقدم شيء. برهم صالح كانت من أبرز إنجازاته هو التوقيع أو هي التوقيع على أحكام الإعدام بالسجون والمعتقلات للمتهمين، المصادقة على أحكام الإعدام. ما الذي قدمه برهم صالح حتى يتمنى أنه هو يستمر؟ وش يريد يقدم غير المصادقة على أحكام الإعدام؟ برهم صالح على ضغوطات من الأحزاب وما يقدر يسوي، الحكومة الحاكمة هي الأحزاب، فهو شو يقول الأحزاب ما يقدر يعرف. يقول له أنت وين كنت بالدورة السابقة اللي قبلها، وين كان هو ايش سوى؟ وهاي الإعدامات هم أبرياء بحجة الإرهاب يريد يعدمونهم عداوات. والبعض يشوف يعني هذول السجناء كلهم مقيدين، يعني احنا نشوف نقول الحلبوس وين، دور شيوخ العشائر الناس يعني ما يكتبون على هذول الابرياء على ولدهم. يعني احنا حيشات ما دبرنا خير اللوبيه، اجى الحلبوس قام سوى قولوا السيف اجى فلان، يعني هذول هم ايش قدموا؟ هم كبروا روسهم. ثانيا يعني هسه يونس لبث بطن الحوت، لو لم يكن من المسبحين لبثت بطن الحوت الى يوم يبعثه. فما لهم خير الله والدعاء لمن قال لا اله الا انت سبحانك انك كنت ظالمين. شكرا جزيلا سيد أبو فلاح من الأنبار، وصلت الفكرة، أشكرك للمشاركة. ويانا السيد أبو زينب من بغداد، تفضل يا أبو زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. والله يا أستاذ محمد هاي الأمور اللي تدور بالعراق فلا نستفاد منها لا أمريكا وإسرائيل وأذنابها. نعم. هاي واحد. اثنين ذولا اللي جايزون
مجرد تجارب برلمانيين، تجارب سياسيين، تجارب وليس قائد الشعب العراقي ولا أرضا ولا سماء ولا بشرا. نعم. دعاية انتخابية نعمت حالك، دعاية انتخابية مال دجالة وكذابين. ولما يطب كلام الله لا يخون بلده وأن يعمل بصالح لأهل الشعب أرضا وسماء. نعم. أين كلام الله عندما يطب كلام الله؟ وكلام الله يعيبهم عندما يحلفون كلام الله ولا يلتزمون بكلام الله. نعم. من كلام الله أنا لا أخون بلدي ولا أرضي، كلام الله عظيم. والله يقول بالقرآن إذا رأيت هذا يعني جبل جبل إذا يخلون كلام الله عليكم يرعش من كلام الله. أبو زينب، أبو زينب شنو رأيك، شنو رأيك بزيارة مصطفى الكاظم الإيران بهاي الفترة تحديدا بهذا التوقيت، ورفع التأشيرة، تأشيرة الدخول عن الإيرانيين صارت ببلاش ومن طرف واحد طبعا، ليش الكاظم برأيك راح الإيران في هذا التوقيت وسوى هاي الخطوة مع التأشيرة؟ العراق ناقص إيرانيين يعني؟ العراقيين والعراقيين هم الكفاء وهم أهل الجيش، هم أهل الشحامة، هم اللي حاموا العراق من آلاف السنين من سيدنا وإمامنا الحسين ولحد الساعة، ما محتاج احد يعرف اللي هو يحامي ارضه وبلاده، احنا نحامي ارضنا ونحامي بلادنا ونحامي كل ما عندنا. نعم. اشكرك يا ابو زينب من بغداد، شكرا جزيلا لك للمشاركه. ابو راشد من عمان، تفضل يا سيد ابو راشد. السيد ابو راشد من عمان. الو، حياك الله. ابو راشد تفضل. الو، تفضل يا ابو راشد اسمعك. اسمعني واضح؟ اي نعم تفضل. بالنسبه لكلام برهم صالح البارح، اي تحدث انه قال ايام الملوكيه سنه 58 كان الوضع العراقي جيد، واما ايام السبعينات والستينات ان الدراسه تمام، اما 2003 الى الان طال عمرك اين التعليم واين الثقافه واين طال عمرك؟ نعم يا ابو راشد، اشكرك يا ابو راشد للمشاركه. عندنا رساله من حسين الكعبي من محافظه ميسان، يقول تحيه لك استاذ محمد وتحيه لقناه الرافدين. يقول سالت احد المتصلين عن بعض من العراقيين يصدقون بهاي الاحزاب. استاذ محمد، هذول عناصر الميليشيات وعوائلهم والمستفيدين من رواتبهم الوهميه ورواتب السياسيين والمهجرين والولائيين الايران، هذولا تابعين لولاية الفقيه، يعني يتبعون علي خامنئي. والله ماكو عراقي أصيل يؤمن بهاي العملية السياسية، والدليل الانتخابات الماضية لن تصل أو لم تصل إلى نسبة 16%. الشعب رافض المنظومة السياسية وميليشياتها، لكن من يتكلم يقتل أستاذ محمد أو يعتقل وينشمر بالسجون. نحن أغلب المواطنين مقاطعين للانتخابات ولن نشترك، ونطالب الدول الكبرى والأمم المتحدة أن تجد لنا حل. يعني طبعا احنا مثل ما تحدثت مع بعض المتصلين حول هذا الموضوع، نعم هناك المنتمين الأتباع مثل ما يسموهم العراقيين الذيول اللي سينتخبون هذه الأحزاب منتفعين، لكن هناك شريحة قليلة في المجتمع العراقي لكنها موجودة مثل ما كانت موجودة في الانتخابات الماضية، وللأسف رأينا حتى بعض المثقفين كانوا يروجون للمشاركة في تلك الانتخابات من باب أنه قد يحدث تغيير، لكن جربوا أيضا وصدموا هؤلاء المثقفين، وأيضا الآن غيروا آرائهم ويطالبون بمقاطعة هذه الانتخابات. إذن هناك شريحة قد لا تكون منتمية لكنهم مثل ما وصفهم أحد المشاركين قد يكونوا بلا عقل، أغبياء أن ينتخبوا هؤلاء مرة أخرى ويعيشوا تحت حكم هذه الأحزاب الفاسدة لأربع سنين قادمة. معنا اتصال. السيد محمود من الموصل يعاود الاتصال مرة ثانية، تفضل يا محمود حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذول أحزاب ما يردون على انتخابات. نعم. عليهم فيه من الجنوب من الشرق للغرب. نعم. ما ينتخبوا الا ما عنده غيره وشرف، وما يبيع صوته الا ما عنده غيره وشرف. نعم. مثل رحت الكاظم البارحه لايران.
لو نجح من ضربه وعرقته الحفظ وقام. نعم. أنا كردستان بغداد نفس الشيء ولا الموصل ولا الرمادي ولا البصرة. الخيرة ما صار راح. تجيب له 40-50-60-70 ألف يحامون والله ما يقتلون ولا يتنجسون به، ترى خافوا راح عليهم على إيران. نعم. هذا الحزام مالها قاعدة تولي تهرب. ما لهم قاعدة هنا عندنا أيش شريف وابن شراف اللي يشوف صورة مالتهم يشوفها يكتب عليها فيه. هذا نور الملك إن شاء الله رحمه صورته كبار. نعم. إن شاء الله على العالم. سيد محمود نعم وصلت الفكرة، أن أشكر حضرتك للمشاركة. طبعا عندنا رسالة أيضا من أبو حاتم من الموصل يقول السلام عليكم. أبو حاتم من الموصل تحية طيبة لك أستاذ محمد وللجميع، يقول والله العظيم من المعيب على رجال الإعلام يطلقون على هؤلاء الفاسدين القتل المجرمين ذيول الاحتلال الأمريكي الإيراني وعملائهم كلمة لا تليق بهم، حكومة يعني لا تليق بهم أن يطلقوا كلمة حكومة، يطلقون عليها مجموعة عملاء مأجورين سراق قطاع طرق. أما الانتخابات من قبل الشعب يقول دعم لهؤلاء تزيد الطين بلة يوم الانتخابات، على الشعب التوجه إلى مفاصل الدولة في العراق وطردهم من المؤسسات وحجزهم وإحالتهم للقضاء ومحاسبتهم على كل الجرائم. مشاهدينا الكرام أيضا نتساءل اليوم ما الذي قدمته هذه الأحزاب، يعني الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق اليوم، من الذي أوصل العراقيين إلى هذه المستويات المنهارة من الاقتصاد العراقي وأيضا مستويات مرتفعة من البطالة والفقر؟ هناك تحذيرات من الأمم المتحدة أن العراق في أزمة كورونا ارتفعت نسبة الفقراء فيه بحوالي 5 ملايين عراقي جديد مهددون بالدخول إلى خط الفقر، وهناك نسب عالية جدا من البطالة، وهناك محاربة لشريحة الخريجين ومنعهم من الحصول على وظائف في بلدهم. من الذي سمح بانتشار الميليشيات وفرق الموت الطائفية التي هجرت وقتلت وأحرقت في العراق؟ من الذي يسيطر على المنافذ الحدودية ويمنع هذه الموارد المالية من الدخول إلى خزينة الدولة العراقية؟ من الذي استحوذ على أراضي وأملاك الدولة وعقاراتها؟ من الذي سمح للميليشيات أن تصبح أقوى من الدولة؟ أليست هذه الأحزاب؟ كيف إذن بمواطن عراقي يقبل أن يستمر بالعيش تحت حكم هذه المجموعات التي تدعي أنها أحزاب إسلامية، وإن كانت حتى لا تقول ذلك لكنها في النهاية تتحجج بالدين وتضعه عنوانا لها، لكن هل تطبق شيئا من أحكام الشريعة الإسلامية، من الدين، من الأحكام السماوية والقوانين؟ هل حمت العراقيين من إيران، من فساد إيران، مخدرات إيران وسلاح إيران وميليشياتها؟ معنا اتصال. خلود من الفلوجة. من وياي؟ خلود معي. أكو تداخل بالصوت يا شباب. خلود من الفلوجة تفضلي. خلود من الفلوجة. طيب أحمد من الكوت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عمي سهمونا أكو عفو ماكو راح تضحك علينا هاي الدولة والله مليانة بالعبار. أنت شو تقول؟ إحنا نقول الدولة تضحك علينا وشعب واشنو منتخب. طيب رأيك بهاي الدولة، هاي الحكومات، هاي الأحزاب تستحق أنه تنتخب مرة ثانية؟ والله يا عم الشعب فاشل كل شيء توقع منه. تعتقد أنه أنت أو عوفك من الشعب أنت تريد تنتخب هذه الأحزاب؟ عم أنا بالسجن. أنت بالسجن؟ أي عم راضوا منه ما أطيته وكسرونه بالسجن. أنت حاليا بالسجن؟ أي والحسين أحمد شنو وضعك هسه حاليا بالسجن؟ شلون التعامل وياكم؟ ما سمعت. شلون؟ أقول لك بالسجن رادوا مني فلوس وما طيب كسرونه.
قدم دعوتي سلمت نفسها انا بخلي الرمانه سجلها بالدعوه. نعم بالتسفيره. وانت هذا الشيء ارتكبت شيء من ذني الامور لو هي تهم لزقوها بيك؟ والله لزقوا لها التهم. طيب نعم سيد احمد اني اشكر حضرتك واتمنى صوتك يوصل ان شاء الله. يعني احمد من الكوت يقول بانه سجين ويطالب بالعفو العام ويقول بانه هذه الحكومه تضحك علينا. الوعد بالعفو العام ربما تم طرحه على كثير من ألسن هؤلاء الذين ضمن العمليه السياسيه، محاولات لتخدير المجتمع، محاولات لجعل عوائل وذوي معتقلين أن يقوموا بانتخابهم في سبيل أنه سيقوم بالإفراج عن أبنائهم أو سيضغط تجاه العفو العام، لكن أي شيء من هذا لم يحقق. وهذه السنين تمر ولا يزال المعتقلون يقبعون في هذه السجون والمعتقلات، يواجهون شتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وإهمال صحي وتعمد في قتلهم بشكل بطيء، والنتائج نراها يوميا بإعلان حالات وفيات كثيرة جدا في السجون والمعتقلات الحكومية. خلود من الفلوجة تفضل يا خلود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي ثلاثة خوالي معتقلين، اثنين أخذوهم بحرب حرب حرب واحد الحرب آخر حرب. نعم. كانوا ما نجاهم أي أثر. طيب. سألت عنهم، حاولت توصلوا لهم؟ وايد والله يعني قال انديتهم بس انطونا فلوس وانطينا على كل ثلاثه وضحك علينا وراحوا واخذ الامور. هذا منو بالضبط؟ يعني هو جيرانه، تعرفه جيراننا جابت علينا بدي اسمع. يعني جيرانكم شنو يشتغلوا بالدوله؟ ضابط جندي؟ منو هذا جيرانكم؟ قالت هذا هو يطلع المعتقلين. يطلع معتقلين يعني يقدر. هو بالدولة، هو بالدولة يشتغل يعني ضابط بالجيش لو شنو شغلته هو هذا؟ ضابط. نعم. واخذ الفلوس وما حل لكم الموضوع؟ ما حللنا الموضوع. قال ودي اخذكم تشوفونهم وراح. بعد ماكو مقلق. سيدة خلود نتمنى إن شاء الله هذه المناشدة تصل. شكرا لك للمشاركة من مدينة الفلوجة. ضابط وعد عائلة بأن يجدوا أبنائهم أو يفرج عنهم، لكن في المقابل أخذ المبلغ المالي الذي طلبه من ذوي المعتقلين وهرب. إذن مثل ما طرحنا في حلقة سابقة مشاهدينا الكرام، كنا قد تحدثنا عن حالات الاعتقال التي تتم بسبب تشابه الأسماء أو بسبب وشاية مخبر سري، ويكون هناك استفادة مادية عائدة على الضباط في وزارتي الدفاع والداخلية الذين يشرفون على عملية الاعتقال ويساومون ذوي المعتقلين على مبالغ مالية في سبيل الإفراج عنهم أو أن يجدوا ابنهم المعتقل يواجهوه مواجهة مباشرة أو يسمعون صوته أو بغض النظر ما هو الاتفاق. هذه حالة من حالات جلبتها حكومات ما بعد الاحتلال ونشرت هذه المبادئ والأفكار والسياسات ضمن الأجهزة الأمنية، وأصبح الموضوع اليوم سائدا في كثير من قطاعات الدولة، موضوع الابتزاز، الرشوة، السرقة، محاولات الاستفادة المادية واستغلال المنصب لتحقيق هذه الأغراض. هذه من نتائج حكومات ما بعد الاحتلال. هل لا يزال هناك من هو مقتنع أن هذه الأحزاب بغض النظر عن انتمائها الطائفي المذهبي الديني قدمت شيء للعراقيين أو قد تستطيع أن تقدم شيء للعراقيين أو ترغب بذلك؟ لماذا لم تحقق أي شيء من الوعود التي أطلقت؟ لماذا لم تجعل العراق بلدا آمنا مستقرا مزدهرا كما وعدت العراقيين؟ وإذا كانت تستطيع فلماذا لا تفعل؟ لماذا لم تفعل سابقا؟ أحمد من الكوت. نعم عيني. تفضل يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. مساعدة احتياجكم انقطع الرصيد خلاص وعديت رصيدي. تفضل يا أحمد. على
مو دائما العفو، يعني صدق قبل الانتخابات لو يريد العالم تنسخب يلا عود يطون عفو. احنا ناس مظلومين والحسين. نعم. احنا انا بس بدي جاي احكي وياك. نعم يا احمد. نعم. تتوقع ذول الموجودين بالحكم ممكن يفرجون عنكم؟ لا والله ما تتوقع يصدرون عفو عام وهم اللي جابوكم للمعتقلات؟ فاحنا بريئة كلها بريئة، لو تطلنا فلوس ونعفكم بالشوارع، لو ما تطلنا فلوس مكسرتم. نعم. الناس اللي تعتقد انه ذولا اللي ممكن اللي يحكمون ممكن ينطون عفو عام، ما سألوا نفسهم هو منو اللي دخل ابنائهم للسجون والمعتقلات وشبعهم تعذيب حتى يعترفون؟ والله صحيح. نعم. سيد أحمد أنا أشكر حضرتك وأتمنى لك إن شاء الله أنت وكل بريء في السجون والمعتقلات أن يتم الإفراج عنكم بالقريب العاجل، لكن يعني أحمد مثل ما قلنا سجين يعتقد بأن هذه السلطة ضحكت عليه ويرى بأن هذه الحكومات لم تقدم شيء للعراقيين وموضوع العفو العام مجرد مسرحية تمثيلية يضحكون بها على اللي يتمسكون بقشة من ذوي المعتقلين الأبرياء اللي يتمنون أنه أبنائهم يطلعون من السجون والمعتقلات، يصدقون بهذه الوعود ويتأملون بهذه الحكومة خير، لكن إحنا مثل ما قلنا يعني هذه الحكومة هي التي زجت بهؤلاء الشباب والرجال في السجون والمعتقلات، هل يعقل أن من زج بهم يقوم بالإفراج عنهم وهو مستفيد؟ أحزاب مستفيدة من موضوع طعام السجناء، موضوع الأموال التي تؤخذ من ذوي المعتقلين نظير أن ترسل إلى أبنائهم ويعني يتم أخذ النسبة الكبرى من هذا المبلغ ويعطى للسجين شيء بسيط، الابتزاز بدفع مبالغ مالية في سبيل أنه سيتم الإفراج عن ابنكم لكن لا شيء من هذا يحدث. هذه الأحزاب مستفادة أو تستفيد من ملايين أو مليارات الدنانير العراقية من ذوي المعتقلين، هل يعقل أن تفرط بهذه الأموال وتفرج عن الأبرياء الموجودين في السجون؟ طيب النائب مضر الكروي مشاهدينا الكرام قال بأنه قوى سياسية عرقلت إصدار قانون العشوائيات في العراق بعد أن تحول هذا الملف إلى مكسب انتخابي خلال الدورات البرلمانية الأخيرة. قال مضر الكروي أن قوى سياسية متنفذة عرقلت إصدار قانون العشوائيات لحسم أزمة إنسانية كبيرة في العراق تضم مئات الآلاف من البسطاء والفقراء في كل المحافظات، واتهم الأحزاب بمحاولة استغلال الوضع الإنساني لكسب الأصوات. طبعا مضر الكروي هو أيضا كما قلنا نائب برلماني، وهذه التصريحات أيضا تدخل في إطار الدعاية الإعلامية والتسويق قبل الانتخابات. أيضا أشار إلى أن العشوائيات تمثل مصدر قلق للعراق لأنها معدومة الخدمات ويعيش سكانها في وضع إنساني صعب وقاس جدا، ما يستدعي خططا حقيقية لانتشال أهاليها من فوضى عارمة يعيشونها منذ سنوات. الكل اليوم يروج في العراق لنفسه لحزبه ويرفعون شعارات مبهرجة لكن حقيقتها لا تنفذ على الأرض. من منكم رأى نائبا برلمانيا وعد ونفذ؟ من الذي وعد العراقيين بحياة مزدهرة ونفذ ما وعد به من 2005 لغاية اليوم ومن 2003 تحديدا منذ دخول الاحتلال الأمريكي إلى العراق؟ يعني يتم وعد المواطن العراقي بكثير من الأمور لكن لم يجد منها العراقيون أي شيء، وهو ما أصابهم بإحباط شديد وأفقد المجتمع العراقي الثقة بهذه الأحزاب الحاكمة. واليوم وصل العراقيون إلى قناعة تامة، كثير من العراقيين طبعا الغالبية وصلوا إلى قناعة أن من يحكمون اليوم هم مجموعة من المنتفعين من الأتباع من الذين قاموا بتخريب هذا البلد وتدميره، وبالتالي لا مكان لهم في العراق بعد الآن. وهناك حملة لن أنتخب الموجودة والمنتشرة في العراق وفي مواقع التواصل الاجتماعي، بإمكان حضراتكم أن تشاركوا فيها وتبدوا آراءكم حول هذا الموضوع حول الانتخابات في مواقع التواصل الاجتماعي. وصلت وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء. وعدها من قبل